في نظري اللي تربح ريال مدريد لعدة عوامل، من ابرزها بان متصدر البطوله بفارق 6 نقاط على برشلونه، ونظرا لتعثر في الاونه الاخيره فريق برشلونه بنتائج نوعا ما سلبيه. وهو بطبيعه الحال المدريد، علاش؟ لان ريال في شاب 6 نقاط 6 بوينت ولا بحوايج الماتش هذا غاش ولينا في بوان، يعني اصلا ريال مش حال ديما داش البطوله، فهمتي؟ يعني هذا الماتش هذا اصلا محكوم خصها تربح فيه المدريد. في نظري غتربح الريال ان شاء الله. الريال عندها بزاف ديال لي زافونتاج، عندها اول سابقه في البطوله، عندها صدر الماتشات، وسميتو البارسا في حالة ما خسرت الباصة مع الريال غتبقى متفوقة، لأن أول حاجة عندها ليكيب مزيانة، عندها بزاف ديال لي زافونتاج اللي هما كيتميزوا بها على البارسا. كنظن بلي البارسا اللي تقدر تربح، حيت مفوتين بزاف ديال النقاط، ونتمناو تدارك الموقف ديالها، وجيسبيغ ميسي يكون في نهارو ونربحو بجوج لزيرو ان شاء الله. باجي ان شاء الله ديال الكلاسيكو، كنتمنى ان شاء الله المدريد غادي تفوز ان شاء الله بالمباراه، وكنتمنوا اللاعبين يكونوا في اللياقه البدنيه ديالهم كيف داز هذا الاسبوع اللي شفنا في المباريات ديالهم اللي فاتوا، وان شاء الله حنا عندنا واحد الكوراج ان شاء الله مع كريستيانو، ان شاء الله غادي يضبط لنا الامور مع بارسا ان شاء الله بحكم انيستا الله جاي من الاصابه، وحنا افتقدنا اللاعب ديال بيل، وان شاء الله غادي يكون شونجمون ديال بيل اللي غيكون في الايسر ان شاء الله كريستيانو رونالدو، وفي الهجوم غادي يكون بنزيما ان شاء الله، وغادي نفاجئوا البارسا ان شاء الله بواحد البريسينغ وواحد الضغط، وغادي تكون المباراة إن شاء الله في صالح المدريد. بطبيعة الحال ريال مدريد، رحت ريال مدريد 31 مباراة لعبات ما خسراتش، زيدان علق معاهم مزيان، وتنشوفوا فريق ريال مدريد عنده لاعبين في كاع اللياقة البدنية ديالهم، حتى شي لاعب ما مصاب، تنشوفوا غاريث بيل في الجهة اليمنى، تنشوفوا كريستيانو رونالدو في كامل القوى العقلية والبدنية، وتنشوفوا بنزيما علق مزيان، وان شاء الله غادي تفوز ريال مدريد. الريال هو لحقاش الريال هي ديجا فايته البارسا ب 6 بوان، ويلا داتها في هذا الكلاسيكو يعني غتزيد تربح دي بوان اخرين، هي 9 بوان، الوغ كان جو بونس الريال هي اللي غداها. نتمنى الريال تربح ان شاء الله بجوج لواحد. علاش؟ بجوج لواحد، لحقاش الريال بالي فيها الضوء مزيانين بخير، نعزموا على عمل الماتش ديال البارح بخير.